كانت حياتنا يعني جميلة متواضعة في هذا المنزل. هذا كله قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وما بعد الحرب في عندي أساس تبهدلت في منزلي البسيط. طبعا بعد الحرب يعني كنا عايشين في البيت قبل هذه المرحلة بإشي أحسن وإشي متواضع أكثر. كان في عندنا بيت لجيراننا، بيتين مكونين من 4 طوابق. لما خبط البيت الأول صاروخ الزنانة كنا إيش نسوي؟ إحنا أخلينا البيت، كان عندي جايين أهلي حوالي يعني تقدر تقول فوق 20 نفر في هذا البيت. طبعا صرنا سمعنا صواخ بعد صراخ كثير ناس بعد الصاروخ الزنانة، طلعنا نجري في الشارع، حملنا الأطفال وطلعنا نجري في الشارع وين وين وين، أخلينا البيت، خلينا البيت يوم كامل. وإحنا في فترة السحور مخليين البيت سمعنا صوت انفجار قوي هز المنطقة بأكملها. تفاجأنا إنه البيت اللي جنب بيتي انهال على بيتنا، وما شاء الله قدر وما شاء فعل. جيت بعديها فقدت البيت، لقيت البيت يعني وضعه ما كان قبل الحرب، من أساس، من حيطان، من مستلزمات كثير. الأولاد لما صارت الدبة صار طبعا كل منطقة تصرخ، طبعا الأطفال خافوا من هذه اللحظة. صار صوت انفجار يعني قوي، الأطفال انفزعوا فزع يعني. صار أبوي يحمل في الأولاد وأهل بيتي وطلعنا جيران من الشارع، حتى أن المنطقة صارت تزعق علي وإحنا مش عارفين وين الخطة. صار يصرخوا اطلع اطلع اطلع، حملنا الأولاد وطلعنا جيران الشارع. لما صار القصف الأولاد ساعة القصف صاروا يصرخوا يعني خوف، الكل صار فزع. حتى لما بصير مثلا دبات صواريخ ولا بعد الحرب الولد فزز في الليل وقام يجري، قام يجري من هذا الخوف، تعصر يعني الخوف الرعب يعني تراكم في قلوبهم. ان شاء الله الله بكرمنا ونتحسن امور البلد، نظبط البيت ونقعد نرجع نسكن فيه.